تبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من الذين أشركوا أذى كثيرا. سياق هذه المسابقة القرآنية تأتي في إطار الأنشطة الدينية والثقافية التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بمناسبة الموسم الديني زاوية أساء، وبمناسبة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أتت هذه المسابقة في هذا السياق ونظمت من طرف المجلس العلمي، والتي يعني يقصد بها تشجيع طلبة العلم وطلبة القرآن على تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد شارك فيها مجموعة من المدارس العتيقة السوسية، بالإضافة إلى مدرسة زاوية أسا دائما التي تشارك في هذه المسابقات. والهدف من هذا هو بيان مقاصد القرآن الكريم وبيان المجهودات الجبارة التي تقوم بها المدارس العتيقة في تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى، للنشء مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونرجو التوفيق والسداد للجميع، كما نشكر جميع الساهرين على تنظيم هذه المسابقات. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. نحن نتواجد بهذا الموسم وهذا الملتقى ملقى الصالحين، وشاركنا في هذه المبادرات وهذه المسابقات التجويدية للقرآن الكريم بصنفيها الاثنين: مسابقة في تحفيظ في حفظ القرآن الكامل وفي الحفظ الجزئي. نعم، ونشكر جميع المساهمين الذين يدعمون طلبة العلم، وكذلك الزوايا والمدارس العتيقة الصاهرة على تعليم وحفظ الدين، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيهم جميعا. وكذلك هناك أيضا مشاركات في الأمداح النبوية وقراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بمناسبة هذا الشهر الكريم. فالمغاربة لديهم علاقة راسخة بهذا الاحتفال بالمولد النبوي، وعلاقة وطيدة، فدائما ما يحتفلون رغم كل من ينكر ذلك، بأن ورغم كل من يقول أن لا أصل لهذا الاحتفال، ولكن هذا احتفال جائز ومشروع بما يحمله من قيم وأخلاق، واحتفال بسيرة المصطفى وهو خير ما يحتفل به. ونسأل الله تعالى أن يديم هذا الخير على الأمة الإسلامية جمعاء. نحن ككل عادة مدرسة أبي مروان ترسل وفدها إلى هذه الزاوية المباركة في كل موسم الذي يقام فيه الاحتفال بمولد النبوي. لذلك أتينا إلى هذه المؤسسة، إلى هذه الزاوية المباركة التي تقام فيها عدة أنشطة دينية وثقافية وروحانية. لذلك لأن هذه الزوايا لها دور مهم في تاريخ المغرب العميق، لأن من نظر إلى تاريخ المغرب العميق يجد أن للزوايا دورا مهما كبيرا، أولا في ترسيخ العقيدة الإشعارية وفي التربية الصالحة للناشئة وتربية الأجيال. لذلك منذ القدم وهذه الزوايا تقوم بدور مهم من تقييم الشباب وجعلهم يستقيمون في طريقهم.